في التركيب النيابية، ما ردها القانون. هل هذا يعني يعفي النائب من مسؤوليته؟ هل أنت ترى أنه هاي الشعبية اللي تردت لمجلس النواب، ومع أن الفقه السياسي أضعف مجلس النواب، خير من عدم وجوده؟ هذا بس مبرر ولا في أيضا خلل في الأداء الذاتي؟ شوف، أنا بختلف بهذا وجهة النظر كليا. أولا، ما نسبة من انتخب مجلس النواب من الشعب الأردني؟ معدلها 20-25%. بقولوا 50-51. لا آخر انتخابات بالعشرينات. هلأ لما تقول أنت 80% أو 75% من الشعب ما مارس حقه، ليش ما ألوم هذول 80% و 75% ما مارسوا حقهم؟ لو هذول 80% نصهم مارس حقه، كان الإفرازات تكون مختلفة. حتى في ظل قانون سيء أو قوي. أوكي، القانون خل نحطه على جنب. أنا مع إذا بدك القانون البالي أنه الأردن دائرة واحدة. صحيح، ممكن قبله يعني احكي 12 دائرة انتخابية 12 محافظة، لكن بالاساس الناخب، احنا دائما بنخاف نحكي او بنحبش نحكي هذا الموضوع. لا، الناخب يتحمل مسؤولية. لما انت تطلع تصوت في محافظات كبيرة ورئيسية 18-20-21-22%، معناته انت ما مارست دورك الديمقراطي، الحق الوحيد اللي انت ماخده في انتخاب من تريد كمواطن. ايش انت بنتخب من يريد؟ خلينا نحكي بمكان تشريعي او زي مجلس النواب. يعني ممكن لقبات. الصوت الجيد افرز نائبا سيئا لانه الصوت الجيد غاب. انا برايي الصوت الجيد مش الجيد، لا، في جيدين من 20% ما بنختلف، لكن انه نسبه التصويت المنخفضه ادت الى افرازات لا تمثل المناطق والشارع. طيب، يعني لو اي منطقه طلع ناسها وصوتوا لمن يروه مناسبا أو للشخصية المميزة البارزة في هذه المنطقة، كان نجحت. لكن بسبب انخفاض التصويت أدت إلى إفرازات جزء منها لا يستحق أن يكون في مجلس النواب. يعني وكأنك تقر أن